أصدقاء الأطفال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المعلمة منال نظمي من المدرسة الفلسطينية قسم الروضة والتمهيدي. اليوم سنتحدث عن حرف آخر من حروف لغتنا العربية، وهو حرف الذال. أصدقاء الأطفال، دعونا نتعرف أكثر وأكثر على حرف الذال من خلال اسمه وصوته وشكله، وسنعرض صور لكلمات تبدأ به، ثم سنكتبه معا. فهيا بنا. كيف حالكم؟ اشتقت إليكم. سنتعلم اليوم حرفا جديدا من حروف الأبجدية، وستخبركم به صديقتي المعلمة منال نظمي. فهل أنتم مستعدون مثلي؟ هيا بنا. السلام عليكم، كيف حالك يا صديقي سمسم؟ بخير والحمد لله. لقد اشتقت إليك اليوم أطفالي. مرحبا، كيف حالكم؟ أيضا أنا اشتقت إليكم. اليوم سأخبركم عن حرف من حروف الأبجدية. سنتعلم اسمه وصوته وشكله، وسأخبركم عن كلمات تحوي هذا الحرف. فهل أنتم مستعدون؟ ولكن قبل ذلك أحضرت لكم قصة جميلة سأخبركم بها، هيا بنا. ذهب الذئب الفضولي. ذهب ذئب ذكي يحب أن يسأل كثيرا. ما هذا يا أمي؟ أجابت الأم، هذا جذع شجرة. وما هذا يا أمي؟ أجابت الأم، ذباب تجمع فوق جزرة. وما هذه يا أمي؟ أجابت الأم، هذه فردة حذاء قديم. وما ذاك يا أمي؟ أجابت الأم، ذاك قنفذ صغير. وما ذلك الذي هناك؟ حقل ذرة كبير؟ وما هذا الماء الذي يسقط على؟ أجابت الأم، إنه رذاذ المطر يا بني. وأين نذهب الآن يا أمي؟ أجابت الأم، نبحث عن طعام لذيذ. هز ذهب ذيله وقال، سآكل فخذا من اللحم اللذيذ. النهاية.
إذن هذا هو حرف الذال، اسمه ذال، ذال، وصوته إذ، إذ. مرة أخرى يا أصدقائي، اسمه ذال وصوته إذ، إذ. إذن هيا لندندن مع حرف الذال. والآن دعونا نتعرف على أشكال حرف الذال. للذال شكلان، هما ذال منفصلة لا تمسك بأحد، نراها في أول الكلمة وفي الوسط، ونراها أيضا في آخر الكلمة. والشكل الثاني ذال متصلة، نراها في آخر الكلمة ممسكة بالحرف الذي قبلها، ويمكن أن نراها في الوسط أيضا. والآن أصدقائي الأطفال، من خلال هذه الصور التي ستظهر أمامكم سنرى أشكال حرف الذال التي تحدثنا عنها سابقا. هل تعرفون هذا النوع من الخضروات؟ ما اسمه يا ترى؟ هيا تذكروا. نعم، إنها ذرة، ذرة، وجاءت الذال في أول الكلمة هنا كما ترونها. وهذا الحيوان يعيش في الغابات البعيدة، واسمه ذئب، ذئب. أيضا جاءت هنا الذال كما ترونها في أول الكلمة منفصلة. وهذه الصورة صورة مذياع، مذياع. نعم، كما ترون جاءت هنا الذال في وسط الكلمة متصلة بحرف قبلها. والمذياع هو الذي بواسطته نستطيع أن نستمع إلى الأخبار. وفي هذه الصورة صورة حشرة، هل أنتم تعرفونها؟ نعم، إنها صورة ذبابة، ذبابة. هنا جاءت الذال في أول الكلمة منفصلة كما ترونها، ذبابة. اسمعوا صوتها معي، هيا بنا. وهذه الصورة صورة ذهب، ذهب. الذهب من المعادن الغالية وثمنها مرتفع، ومن الحلي الجميلة التي تتزين بها النساء. وهنا جاءت الذال أيضا في أول الكلمة منفصلة، إنها هنا.
وهذه الصورة أيضا صورة جذع شجرة. جذع، جذع. نعم، جاءت أيضا هنا أصدقائي الذال في وسط الكلمة متصلة. وهذه صورة نوع من الخضروات، لونه أسمر، هل رأيتموه من قبل؟ أحسنتم، نعم، إنه باذنجان، باذنجان، أحسنتم، وهنا نرى جاءت الذال في وسط الكلمة لكنها منفصلة. أما هذه الصورة أصدقائي الأطفال فهي صورة حذاء، حذاء، نعم حذاء، أنا أعلم أن لديكم في البيت مثله. جاءت هنا الذال في وسط الكلمة لكنها متصلة، كم هو جميل هذا الحذاء. هذه الصورة فهي لحيوان له أشواك كثيرة، إنه، هل تعرفونه؟ إنه القنفذ، قنفذ، وهنا جاءت الذال كما ترونها في آخر الكلمة لكنها متصلة، إذن هذا قنفذ. أما الآن دعونا نكتب حرف الذال. هيا يا صديقي، أحضر ورقة وقلم. خط مائل وندور بخط منحني ولا ننسى النقطة. خط مائل ندور بخط منحني ولا ننسى النقطة. خط مائل وندور بخط منحني ولا ننسى النقطة. إذن مرة أخرى كتبناه بخط مائل ثم ندور بخط منحني ولا ننسى النقطة. أحسنتم، كرروه مرة أخرى. هيا نلعب ونبحث عن حرف الذال. من خلال هذه الأنشطة التي سنراها أمامنا، لدينا هذه الصورة ولقد تعرفنا عليها سابقاً، هل تعرفونها؟ إنها، نعم، ذرة، لكن أين أنت أيها الذال؟ أصدقائي الأطفال، ابحثوا معي عن حرف الذال. هيا، أين أنت يا ذال؟ اخرج. وهذه صورة المذيع، وكما قلت المذيع هو الذي يذيع علينا الأخبار المختلفة. دعونا نقرأ هذه الكلمة لكنها ناقصة، وأين أنت أيها الذال؟ هيا لنبحث عنه ونطلب منه الحضور. هيا يا ذال. نعم، لقد تقدم حرف الذال. الآن نستطيع أن نقرأ
مذيع مذيع. أحسنتم. أما هذه صورة قنفذ، وأخبرتكم قبل أن لديه أشواك كثيرة. دعونا نقرأ كلمة قنفذ، لكنها ناقصة. أين حرف الذال؟ هيا يذهب، هيا يخرج يا ذال، هيا 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 هيا. نعم، الآن أستطيع أن أقرأ كلمات قنفذ قنفذ. أحسنتم. مرحبا مرة أخرى. لدينا هذه الصورة لحيوان أنا لا أعرفه. سنقوم بتركيب الأجزاء التي أمامنا حتى نتعرف عليه. هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا. سأخذ هذا الجزء، سوف أضعه هنا، ثم سأخذ هذا الجزء الكبير وأضعه هنا، ثم هذه الأقدام وتلك هنا. بقي لدي الذيل، أين سأضعك أيها الذيل؟ سأضعك هنا. أجل أن تكون قد استمتعتم اليوم إلى هذا الحلقة.